هل من ردود فعل أو تصريحات من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بسير المفاوضات؟ المفاوضات من المفترض أن تستكمل اليوم على أن تتبعها خلال الأيام المقبلة مفاوضات أخرى. على ما يبدو بعد انتهاء مفاوضات اليوم سيعود رئيس الموساد إلى إسرائيل، وكذلك مدير المخابرات المصرية ورئيس السي اي اي، كل إلى بلده سيعود من أجل نقاش ما جرى التوصل إليه، ومن ثم سيعودون ليس منفردين إنما بطواقم على ما يبدو إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل نقاش المراحل المقبلة من صفقة التبادل. الأجواء التي يروج لها في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عما يجري في الدوحة أجواء إيجابية، لكن دائما ما اصطدمت هذه الإيجابية بتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بنغفير ووزير المالية الإسرائيلي بيتسل سموتريتش. دائما كان يبلغ ليس فقط عن أجواء إيجابية في المفاوضات السابقة إنما عن تفاهمات، عن توصل الوفود إلى تفاهمات، لكن كل هذه التفاهمات كانت عندما تصل إلى طاولة الحكومة الإسرائيلية تتعرض للعراقيل ولا يجري تنفيذها وإسرائيل تتراجع. من غير الواضح ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، لكن يبدو أن التعنت هو من قبل نفس الأشخاص،